بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين. اليوم إن شاء الله هنكمل الجزء البسيط المتبقي من المحاضرة الأولى اللي إحنا كنا بنتكلم عنها، اللي هي بتتكلم عن immune deficiency diseases. وزي ما سبق ووضحنا بمفهوم immune deficiency، يعني أي نقص أو أي خلل بيصير أو بيحدث لأي مولوكيول من المولوكيولز اللي احنا اتكلمنا عنها في المناعة، أمصار المناعة الفصل اللي فات، يبقى هيترتب عليها خلل بقدر أهمية هذا المولوكيول الموجود عندنا. في المحاضرة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن هو الإميون ديفيشنسز، أو النقص اللي كان أو اللي حدث نتيجة لأي خلل في البي سيلز وما يترتب عليه من أنتيبوديز. هنتكلم عن اليوم عن السكيد، او بنسميها سيفير كومبايند اميون ديفيشنسي. سيفير كومبايند اميون ديفيشنسي سكيد عباره عن هيتروجينس جروب اوف رير جينيتيكالي ديتيرمنت ديس اوردر. ايه يعني؟ يعني هو عباره عن مجموعه من متجانسه في الغالب وراثيا نادره تحدد نتيجه لديس اوردر بيحدث او خلل في تي بي والناتشرال كيلر سيل. يعني ايش؟ في المناعه الخلويه اللي هي السيلولار اميونيتي. اوكي، يبقى هو لما نيجي نقول ايش هو السكيد، هو عباره عن هيتروجينس جروب اوف رير جينيتيكالي ديتيرمين ديس اوردرز ريزلتنج. نتيجه لايه؟ نتيجه ل اللي هو خلل في التي والبي والناتشرال كيلر سيل. الاشخاص اللي معاهم سكيد يا جماعه دايما عرضه للسسبتبل للانفكشن من العديد من كل انواع المايكرو اورجانيزمز. احنا الان بنحكي عن حاجه لها علاقه بالتي والبي والناتشرال كيلر سيلز، يعني المناعه ليه؟ المناعه الخلويه. 55% من الناس اللي مصابين او اللي عندهم السكيد هذه بينتج نتيجه لاكس لينكد ليمفوبينينج ديس اوردر. اكس لينكد يعني ايه؟ زي ما احنا انتم عارفين، يعني مرتبطه باللي هي كروموزوم اكس، بيصير عندهم في الغالب خلل او اللي هو نقص في الليمفوسايتس. يعني بنيجي بنعمل سي بي سي بنلاقي عندهم الليمفوسايتس اقل من 30%. طبعا الطبيعي من 25 ل 30%، ممكن نلاقيها 10 او 5 او اقل من هذا اللي هو الرقم. اوكي، يبقى ليمفوجينيك ديس اوردرز بنلاقي عندهم تي لو وناتشرال كيلر سيلز لو، لكن نورمال بي سيل. يعني 50% من الناس السكيد زي ما قلنا نتيجه بينتج نتيجه لايش؟ نتيجه ل اللي هو اكس لينكد ديس اوردر. هذا الاكس لينكد ديس اوردر زي ما قلنا بنلاقي هؤلاء المرضى عندهم لو تي ولو ناتشرال كيلر سيلز، لكن البي سيل ايه؟ طبيعي. ولما نقول البي سيل طبيعي معناته ممكن نلاقي عندهم ايش؟ اميونو جلوبولينز. ولكن كما هو سبق ان احنا قلنا قبل هيك انه يا جماعه البي سيل ذات نفسها غير قادرة تدي اللي هي all of the types of antibodies without T help. يعني ممكن البي تدي ل IgM، وزي ما قلنا ال IgM هذه ايش؟ اللي هو ايش؟ الافينيتي بتاعتها ضعيفة ولا تستطيع انها ترتبط او ما يكون لهاش efficiency ضد العديد من المايكرو اورجانيزمز او الامراض. لذلك بصورة او باخرى الناس اللي عندهم حتى تي اللي هي فيها deficiency هنلاقي منهم معاهم اللي هو ايه؟ اللي هي الاميونوجلوبولينز هتتاثر. الاميونوجلوبولين ايه؟ هتتاثر. ليه؟ لانه زي ما قلنا التي هيلبر بالذات از فيري امبورتنت فور بي سيل عشان يعمل الكلاس سويتشنج، وعشان اللي هو ايش؟ اللي هو تي بي كوبريشن ضروري عشان يصير عندي اللي هي ديفرنشيشن للبي انها تصير بلازما وميموري سيل. اوكي، الجينيتيك بيزز يعني القاعده الوراثيه لهذا الديفكت بيقع في انترليوكين ريسبتور 2. والانترليوكين ريسبتور 2 سبق وتكلمنا عنه لما خدنا السيتوكاينز، قلنا بيتكون من ثلاثة تشينز اللي هي الفا وبيتا وجاما، وقلنا في الغالب احيانا بيصير عندي خلل في الجاما تشين، لذلك بنلاقي اللي هي الريسبتور از ايش؟ از فيري ويك، والسيجنالينج بتاعه او السيجنال ترانزدكشن بتاعته ايش؟ ضعيفه جدا. الانترليوكين ريسبتور 2 يا جماعه هذا يعني بيشتغل مش على الانترليوكين 2 وبس، يعني ممكن يرتبط بالانترليوكين 2، وممكن يرتبط بالانترليوكين 4، وممكن يرتبط 7 و9 و15.
كل هدول ممكن يتأثروا يا جماعة لما ايش، لما يصير عندي اللي هي خلل في انترليوكين ايش، في انترليوكين 2. اوكي واضح يا جماعة؟ طيب الكلينيكال وامنولوجيكال فيتشرز، يعني ما هي العلامات السريرية اللي بتظهر عند الناس اللي عندهم اللي هو لسكي. أول حاجة، ويمكن دائما لما نقول يا جماعة حاجة لها علاقة بالوراثة يبقى على طول بده يتبادر إنه ممكن تصيب الأطفال في عمر صغير، يعني من بعد ال3 شهور. ليه؟ لأنه في ال3 أشهر الأولانية الولد طبعا ممكن يكون في له عناية رعاية، ممكن يكون لسه بيرضع من الأم، ما طلعش يلعبوا معاه، يعني الجو أو البيئة اللي هو بيعيش فيها كويسة. لكن بعد 3 شهور 6 شهور بيبدأ الولد ياكل، بيبقى ياخد معلقة، فبيبدأ إذا ظهرت لقينا الولد دايما عنده انفكشنز يبقى ممكن يكون عنده جيناتيكال ديس اوردر، يعني بيرزيستنت، يعني استمرار دايما العدوى موجود معاه، وعنده تطور في هذا الشهر أو بعد هذا السن هنلاقي طبعا عندهم الكانديدا انفكشنز. دايما يا جماعه الاصابه بالفطريات هذه علامه سيئه انه ممكن يكون عندهم خلل في السيلولار اميونيتي. تعالوا لما معاهم السكري، الناس الكبار، الناس اللي عندهم اللي ممكن بياخدوا كيماوي، هذول اللي بياخدوا راديو ثيرابي راديشن يعني بكميات وبجرعات عاليه واصلا جسمهم ضعيف، ممكن نلاقي عندهم صار عندهم كانديديازيز، يعني اصابه بنوع من انواع الفطريات، او عندهم اصابات. دايما عندهم ايه؟ عندهم التهابات، هنلاقي طبعا عندهم التهابات في اللي هي فطرية في الجلد، في الفم، في السكن، عندهم دايريا سهال يعني فيفر، وفي الغالب هدول بنلاقي عندهم خلل في اللي هي فيلير تو ثرايف. ايش يعني فيلير تو ثرايف؟ يعني فشل في النمو، او اللي هو يعني بنلاقيه مش كسبان الولد، الولد مش يعني ما بيكبرش، بنلاقي الولد والله بنقول حبته صغيرة، أو هذا الولد يعني صحته دائما مسكين ملهوب ودائما في المستشفى. أوكي؟ نيوموسيستس كاريني نمونيا، يعني هذا نوع برضه من أنواع الفطريات، ممكن نلاقي دائما هؤلاء الناس عندهم نمونيا. يعني النمونيا هذه، النمونيا يعني التهاب الرئوي يا جماعة، عبارة عن عرض سيء ل أو دليل على إنه هذا عنده بعض الأشكال أو بعض الإشكاليات. أوكي؟ مش كل واحد يعني بيصير إنه إحنا على طول بدنا نصنفه هناك، لكن من ضمن الكلينيكال ساين اللي إحنا بنحكي عليه، يعني من ضمن العلامات السريرية اللي بتصير مع هؤلاء الناس اللي ممكن يكونوا مصابين بكذا وكذا وكذا، هو اللي هو عندهم ممكن نلاقي طبعا نقص في الليمفوسايت. طبعا مع السي بي سي احنا بنعمل فحص دم، لقينا عندهم الليمفوسايت واطيه يبقى على طول بنقول انه ممكن ميبي. دايما احنا كناس ملناش علاقه كتير انه احنا بس بدنا نشخص، ما لنا علاقه انه احنا نقول هذا عنده 1 2 3 وندي علاج. العلاج والتشخيص هذا شغله او مهنه الطبيب، احنا شغلتنا ايه؟ انه احنا نحط ايدينا على الخلل ونوضحه بناء على تحاليل بيطلبها الطبيب. العلاج، الناس اللي عندهم اللي هو سكيد او سيفير كومبايند اميون ديفيشنسي، يعني خلل في التي والبي والنيتشر كلر سيل، اللي هو ممكن نعملهم بون مارو ترانسبلانتيشن. ليه؟ لانه صار عندهم ايش اليمين المسؤول عن انتاج التي والبي، ولدول هو البون مارو. اوكي، ممكن نستعمل هو نخاع عظمي بعد ما نعمل اتش ال اي تايبنج زي ما هناخد ان شاء الله لما انا ناخد الترانسبلانتيشن، او ممكن نديهم اي في اي جي، يعني يا جماعه انترافينوس اميونوجلوبولين. خليكم ايه عشان ايه تكتبوها، اي في اي جي دي عباره عن انترافينوس اميونوجلوبولين جي. اوكي، يبقى دول يا جماعه ممكن نديهم ايش، في عند اللي هي اميونوجلوبولين، وهذا بيجي زي المحلول هيك بينحط انترافينوس، او بنبدا ندي هؤلاء الاشخاص اللي هو اميونوجلوبولينز عن طريق الايش، عن طريق الوريد. يعني في الغالب ممكن وضع هؤلاء الاشخاص ايش يتحسن، وممكن يعني تضفي لهم نوع من انواع الاميونيتي. اوكي، الحاجة الثانية يا جماعة من ضمن الشغلات اللي احنا اخذناها وقلنا بتلعب دور كبير جدا في المناعة، وقلنا هي من انشط واكثر انواع الاجسام المضادة اللي هي ايش؟ النيوتروفيلز. النيوتروفيلز، قلنا النيوتروفيل بتشكل
الماجوريتي اوف وايت بلاد سيل كاونت، يعني بتشكل الغالبية الأجسام المضادة، ومن وظائفها قلنا ان هي بتعمل ايش، اللي هي فاجو سايتوزيس، يعني عاملة زي عمال النظافة اللي بتحرس الجسم والموجودة على في مراكز مختلفة بداخل أجسامنا، وطبعا بتخلصنا من جميع أنواع اللي هو المايكرو أورجانيزمز. طيب الآن لو عندي يا جماعة، احنا تكلمنا على النيوتروفيلز، وقلنا النيوتروفيلز في داخلها إلها قدرة على إنها تصل إلى مكان الإصابة عن طريق وجود أدهيج المولكيولز، كان على الإندوثيليوم أو كان على سطح النيوتروفيل نفسه. وحكينا وقلنا يا جماعة، إذا صار عندي خلل في هذه الأدهيج المولكيولز اللي احنا قلناها اللي هي موجودة على أسطح الخلايا، وهي عبارة عن الترافيكس، يعني زي إشارات المرور، أو سميناها قلنا هي اللي هي عاملة زي المطب الصناعي اللي بيجي بيخلي الخلايا تهدي وبيعرفنا إنه هنا مكان الانفكشن في هذا النسيج. لو صار خلل قلنا حنلاقي النيوتروفيل حتضلها معدية ومش حتصل إلى هذا إيش، إلى هذا المكان. أوكي، من ضمن الأمراض اللي ممكن يا جماعة تنتج نتيجة لهذا النوع من الخلل اللي هو بنسميها كرونيك جرانولوميتس ديزيز. كرونيك يعني إيش؟ يعني كرونيك يعني مزمن، يعني معاه أو مرض تحببي مزمن، وهذا ممكن يصير في مور ذان وان تشو أو في أكثر من نسيج. والكرونيك جرانولوميتس ديزيز يعتبر رير ديزيز، يعني ممكن يظهر واحد لكل 250,000 شخص. اوكي، الفشل او الاميون ديفيشنسي اللي بينتج من هذا الديفكت في النيوتروفيل كيلينج ممكن زي ما قلنا يعمل لي جرانولوماتا. جرانولوماتا يعني ايه؟ يعني النسيج او التشو اللي فيه هذا النوع من الخلايا صار فيه جرانوليشن، يعني تحببات، يعني خلاص خلايا صارت تشو، ديد تشو، خلايا ايه؟ ميتة. ممكن نلاقي صار فيه سوولون، انتفاخ، اوكي، انفلاميشن، فشل في الوظيفة بتاعت هذا العضو او هذا ايش، هذا المكان. الفانكشنال ديفكت يعني الخلل اللي بيقع في هذا الشيء او الناس اللي عندهم كرونيك جرانيولوميتس ديزيز اللي هو عبارة عن ايه، اللي هو عدم القدرة انهم يدوا اللي هو السوبر اوكسايد او اللي هو الاكسجين ميتابولايتس. اوكي، قلنا طبعا احيانا يا جماعه ممكن نخليها تصل الى المكان، فيش مشكله تعمل فاجوسايتوزس، فيش مشكله، ولكن اصبحت هذه الخليه غير قادره انها تعمل ايش، كيلينج للميكروب. يبقى المشكله هنا ايش، في الكيلينج. طب ليه؟ لانه هذه الخلايا صار عندها خلل وراثي، الخلل الوراثي هذا ناتج نتيجة لخلل في الناد بي اتش اوكسيديز، اللي هي الانزيم يا جماعة اللي عن طريقه بأحصل على اللي هي اذا كنتوا ذاكرين 2 الكترونز، اللي منهم ببدأ يتكون مين؟ اللي هي الاكسجين ميتابولايز زي السوبر اوكسيد انايونز، الهيدروجين بروكسايد، الهيدروكسايد، الهيدروكسيل ايونز، كل هدول صار عندهم يا جماعة اللي هي خلل، او ما الخلية غير قادرة على انتاج اللي هي الاكسجين ميتابولايت. لذلك صار عندي خلل ايش في الكيلينج، يعني الخلايا صارت كونجستد بالميكروب، مش قادره، يعني عملت فاجوسيتوزيس، الميكروب موجود جوا، ولكن ايش صار في عدم القدره على ايش، يعني الميكروب جوا ولكن الخلايا مش قادره تقضي عليه، ولذلك صار عندي اللي هو ايش، هذا الخلل او هذا النقص. تلتين الحالات اللي عندهم اللي هي سي جي دي اللي هي الكرونيك جرانولوميتس ديزيز برضه اكس لينكد، يعني مرتبطه بكروموزوم اكس، ونتيجة لفقد أو لص في الجي بي اللي هي ايش، فوكس فانكشن. جي بي هذا برضو عبارة عن ايش، له اللي هو علاقة برضو ايش بالسيجنالينج الموجود في داخل هذه الخلايا. في سن 2 years الأطفال اللي عندهم كرونيك جرانيوميتس ديزيز برضو بيعانوا من ايش، من انفكشنز. ليه؟ لأنه زي ما قلنا أصبحت هذه الخلايا غير قادرة انها تعمل ايش، تعمل كيلينج. زي ما قلنا الإصابة في الغالب بتصيب الديب تيشو، يعني بتصيب في اللي هي الأنسجة العميقة زي اللي هي السكين، تعمل أبسيسز، خراريج جوه داخل النسيج، أوستيومايلايتس تعمل التهاب في العظام، ليمفادينايتس التهاب في اللي هي الليمف نودز. أوكي، ممكن تعمل نيمونيا وبيري أودونايتس، يعني بيري أودونايتس يعني التهابات في اللثة أو التهابات في
اللي هي لثة الأسنان. النيوتروفيل نمبر هنا ممكن نلاقي النيوتروفيلز إما إنها تكون نورمال أو بتزيد في العدد نتيجة لاستجابة للريكارنت انفكشنز، أو اللي هو إيه إنه دايما عنده التهابات، ولكن اللي هي الميكروب موجود ويتكاثر، لذلك لازم يكون العدد أكتر. ولكن هنا بيجيني عدد وفي خلل، الخلل زي ما قلنا ممكن يكون نتيجة لمرض أو خلل وراثي، ديفكت في الناد بي اتش أو اللي هي الجي بي فوكس، اوكي، جي بي 91 فوكس. اوكي، للتريتمنت انه العلاج انه لازم نعمل سيرجيكال درينج للديب ابسس، يعني لازم ايه نفتح ونصل الى الخراج، نطلع الخراج، نشيل ديبريفيشن بنسميها، يعني ايه بنجيب المقص، بيبقى الدكتور او الطبيب يشيل الخلايا المتحببه، يعني النشو بيبقى إيه بيبدا يقصه عشان ينظف مكان هذا النسيج ويطلع ايش انسجه جديده. اوكي، وطبعا لازم ندي لهم ايش، انا بهذه الحاله لازم ندي انتي بايوتيك وانتي فانجس، يعني ندي مضاد حيوي وندي مضاد لمين، لا اللي هو الفطريات. اوكي، ممكن نعمل اميون ثيرابي عن طريق انه احنا ممكن نديهم انترفيرون، يعني ممكن يكون للانترفيرون دور في المرضى اللي عندهم هذا النوع من ايش من الانفكشن. في بعض الحالات ممكن نعمل بون مارو ترانسبلانتيشن، يعني ممكن نعمل ايش زراعة للنخاع العظمي. الحاجة اللي بعديك يا جماعة اللي هو الكومبلمنت ديفيشنسي في الكومبلمنت سيستم، او قبل الكومبلمنت سيستم عند اللي هي اليوكوسايت ادهيجن ديفيشنسي اللي هي بنسميها اللاد 1 واللاد 2. ليوكوسايت ادهيجن ديفيشنسي اللي هو انا بديت فيها في هذه الشرايح اللي احنا قلنا اذا كان النقص يا جماعه كان في الادهيجن مولكيولز، الادهيجن مولكيولز، وزي ما قلنا هذا المرض بينتج عن ديفكت في اللي هي الاميون سيل سيرفيس جلايكوبروتينز اللي احنا سميناهم اللي هي الادهيجن مولكيولز، الانتجرين والسلكتين والايكامز، كل هدول ممكن يصير فيهم ايش اي خلل. وقلنا هذول مش موجودين بس على النيوتروفيلز انما لكل الاميون سيلز، وقلنا اذا كنتوا ذاكرين حتى اديناكم عليهم نشاط، قلنا لهم ليش اللي هي ميديكال امبورتانس، يعني اهميه طبيه، مش بس انه هي ممكن تسهل وصول الخلايا الى المكان انما ممكن تعمل سيجنال ترانسدكشن، وممكن يكون لها دور في زي ما شفتوا في تطور الخلايا، زي ما قلنا في تطور البي او التي سيلز، قلنا عشان تنتقل من مرحله الى مرحله لازم يصير عندي ايش اللي هي ارتباط للاديجين مولكيولز، يعمل سيجنال او اشاره معينه بموجبها تبدا الخليه ايش تتطور من اللي هي من مرحله الى ايش الى مرحله اخرى. عندي حوالي 200 حاله من الليوكوسايت اديجين ديفيشنسي تايب 1، و في هذه الأنواع من الخلايا، في هذه الأنواع من الخلايا زي ما قلنا يا جماعة ممكن يكون عندها، أنا سبق وتكلمنا عن الانتجرينز وقلنا الانتجرينز عبارة عن هيتيرو دايمر، يعني بتكون من تو تشينز اللي هي قلنا اللي هي سي دي 11 والسي دي ايش والسي دي 18. قلنا السي دي 11 يا جماعة هي المتغيرة والسي دي 18 هي ايش الفيكست. لو صار عندي هنا خلل وراثي برضو ميوتيشن في هذا النوع من الخلايا، يبقى لما نقول ميوتيشن يا جماعة يبقى تغيرت الخلية، يبقى ايه اصبحت اللي هي غير قادرة ان تؤدي وظيفتها، لانه بما انه بروتين اذا صار في طفرة والطفرة كانت في اماكن توزيع احماض امينية معينة تغيرت في الشكل تاع البروتين، يبقى صار البروتين ايش نون فانكشنال او غير قادر انه يرتبط مع الليجند تاعه. اوكي، وزي ما قلنا هذا ممكن اللي يؤدي الى نقص الادهيرنس، يعني فشل في اللي هي التصاق الخلايا، ممكن يؤدي الى فشل في الفاجوسيتوزز، كيموتاكسز الى اخره، يعني ممكن يعمل خلل في التي سيل ميديتد سايتوتوكسيسيتي، وين موجود هذا اللي هي الريسبتور، وين ممكن يصير عند اللي ايش اللي هو اللي هي الخلل او النقص او اللي هي المرض.
في عندي الاد 1 وهذا عبارة عن اوتوزومال ريسيسيف انهيريتنس. انتوا عارفين ايش يعني اوتوزومال ريسيسيف؟ هذا مرتبط بالخلايا الجسدية مش الخلايا الجنسية، وممكن نلاقيه موجود مباشرة على طول بعد الايش، بعد الولادة. يعني نلاقي صار اللي هي ايش زي ما قلنا بعد 6 شهور او سنة، او نلاقي دائما صار نكتشف انه الولد دائما عنده ريكارنت ايش، ريكارنت انفكشنز. اللاد 2، في عندي لاد 2 اي ولاد 2 ولاد 3، لاد 2 اي ولاد ايش 3، وهذا زي ما قلنا برضه بينتج نتيجة ليه ديفكت في اي مكان في الانتجرين. اوكي، يعني اني وير في الانتجرين ريكوجنيشن، وممكن يصير عندي مشكلة في البوست سيجنالينج باثوي، يعني في الادهيجن اللي هي الايرلي او بنسميها الفيرست سيجنالينج، وفي السكند ايش سيجنالينج او اللي هي بوست سيجنالينج باثوي او بعد هو السيجنالينج. اوكي، النوع الثاني من الامراض احنا بناخد سيستم اللي هي الديفيشنسي في الكومبلمنت سيستم. قلنا الكومبلمنت سيستم لها اكثر من باثوي، الكلاسيكال باثوي والالترناتيف باثوي واللكتين ايش واللكتين باث ويز. وقلنا كل باثوي له بعض الخصائص او له بعض الصفات، والدور الرئيسي اللي بيلعب الكومبلمنت سيستم قلنا ايش، انه بيعمل سيل لايسز، انه بيعمل ايه سيل لايسز. كمان طبعا لهم وظائف عديدة جدا او كبيرة جدا، زي اللي هي زي ما قلنا بيعمل سوليبلايزيشن، يعني بيخلصنا من اميون كومبلكسز، وقلنا برضو بيعمل اوبسونايزيشن، وبيعمل سيجنالينج في العديد برضو من ايش من الشغلات. اوكي، يبقى لذلك الفشل في اي سيستم من السيستمز ممكن يترتب عليه الويش اللي هو عندي خلل في اللي هي اللايسز، وبالتالي زيادة في عدد البكتيريا او البكتيريا الايش انفكشنز. اوكي، اميون كومبلكس ديبوزيشن ممكن يعمل لي طبعا لو كان عندي خلل في الكومبلمنت، يبقى قلنا ايش اللي هي الانتيجين انتي بودي كومبلكسز هيصير لها ايش اللي هي بريسيبيتيشن ترسيب، وبالتالي حيصير عندي حيترتب على هذا ايش اللي هي حدوث الانفلاميشن، زي ما بيصير بالاس ال اي الناس اللي عندهم سيستميك لوبس اريثيماتوسس او مرض الذئبه الحماميه. وقلنا هذا مرض يعني بينتج نتيجه لنقص من ضمن اسبابه زي ما هنشوف نقص في كومبلمنت 2 وكومبلمنت ايش 4. لذلك طبعا الكلاسيكال باثوي انا بقول 2 و4، يبقى عندي ايه يا اما الكلاسيكال يا اما الالترناتيف، هذول الاثنين اللي فيهم ايش اللي هي كومبلمنت 2 وكومبلمنت ايش وكومبلمنت 4. لذلك حيصير عندي دائما ترسيب في الاميون كومبلكسز، يبقى حيصير عندي ايش انفلاميشن او التهابات في المكان اللي حدث فيه هذا النوع من مين من البريسبيتيشن. ممكن عندي يصير اللي هي العديد من اللي هي الالتهابات. معظم الكومبلمنت ديفيشنسز ار انهيريتد ان ان اوتوزومال ريسيسيف باترن، يعني كل الكومبلمنت يا جماعه او معظمها وراثية مرتبطة بأوتوزومال ريسيسيف باتر. اوكي، في عندي تو نوتابل انفكشن اكسبشنز، يعني في عندي استثنائين. البروبيردين ديفيشنسي احنا قلنا يا جماعة البروبيرد هذا موجود وين؟ في الالترناتيف باسوي. لو صار عندي بروبيردين ديفيشنسي هذا عبارة عن اكس لينكد، اوكي يعني مرتبطة باللي هي اكس لينكد، وعندي كومبلمنت 1 انهبيتور ديفيشنسي. كومبلمنت 1 انهبيتور هو ده يا جماعه في مين؟ في الكومبلمنت ريجيليترز، هذا برضه ايش؟ يعتبر استثناء عن القاعده اللي احنا ايش؟ اللي احنا قلناها في الاول، قلنا معظم الكومبلمنت ديفيشنسيز اوتوزومال ريسيسيف، الاستثنائين قلنا البروبيردين اكس لينكد وكومبلمنت 1 انهبيتور اوتوزومال دوميننت مش ريسيسيف. يبقى مين؟ خلي بالكم يا جماعه في شغلات احنا لازم نعرفها. احنا اليوم اخذنا قاعدة عامة وقلنا معظم الكومبلمنت ديفيشنسيز ايش قلنا؟ اوتوزومال ريسيسيف. اوكي، وقلنا في استثنائين، مين هم الاستثنائين؟ البروبيردين قلنا عبارة عن اكس لينكد، وقلنا اللي هو مين؟ اللهم صل على سيدنا محمد، قلنا كومبلمنت 1 انهبيتور اللي هو عبارة عن ايش؟ اوتوزومال دوميننت. الالترناتيف باث واي
هنا يا جماعة بيصير الديفكس في الالترناتيف باثوي كومبوننتس في الغالب مرتبط بزيادة في السسبتابيليتي للانفكشنز، وبالذات يا جماعة بالنيسيريا. النيسيريا اللي بتعمل يا جماعة زي ما أخدته مع الدكتور نبيل، اللي هي ممكن تعمل نيسيريا جونوري اللي بتعمل السيلان، ونيسيريا منينجيتيدس اللي بتعمل ايش اللي هي المننجيتس. وهدول طبعا لو صار عندي خلل في الالترناتيف باثوي بلاقي الناس او المصابين او اللي عندهم هذا الديفكت عرضة للإصابة بهذا النوع من ايش من الميكروبات. وهذا يعني بدلل على الدور اللي بتقوم فيه لويش النيت ريسبونس للمايكرو اورجانيزم، يعني دور المناعة الفطرية او الطبيعية لهذا النوع من ايش من الالتهابات. الكومون باثوي اللي هي كومبلمنت ثلاثة، اللي هي زي ما قلنا الكومبلمنت ثلاثة دي موجودة في الثلاثة باثويز، وهذا كونفيرجنس للكلاسيكال والالترناتيف باثوي، يعني تعتبر اللي هي المدخلة للاثنين، وبتلعب دور كبير جدا في الاوبسونايزيشن زي ما قلنا كومبلمنت 3 بي. وممكن هذا تنشط قبل ما يصير عند الماك، يعني ممكن يديني يصير عندي كومبلمنت 3 بي يعني، وتديني كميات كبيره منها وتساعد في عمليه الاوبسونايزيشن وتساعد في اللي هي عمليه الفاجو سايتوزيس. اوكي واضح. خمس الكومبلمنت 3 بي ديفيشنت بيشنتس ممكن نلاقي عندهم ديس اوردر، هذا الديس اوردر ناتج نتيجه لدمج ميدييتد عن طريق اللي هي الاميون كومبلكسز، يعني ممكن يصير عندي ايش اميون كومبلكس بريسيبيتيشن زي الاس ال اي والفاسكولايتس والجلوميرولونيفريتس. اوكي يعني اذا صار عندي خلل في كومبلمنت 3 بي يبقى الماك مش هيشتغل، يبقى مش هيصير عندي ايش اللي هي اللايسز او اللي هي التحلل. لذلك يعني دور تاع الكومبلمنت فشل، لذلك ايش صار عندي اللي هي المايكرو ما صلوش لايسز، يبقى صار عندي بريسيبيتيشن للكومبلكس اللي هي ارتباط الانتيبادي مع الميكروب ضله من غير اي نوع، فترسب ممكن يترسب في الكليتين يعمل لي جلوميرولونيفرايتس، يمكن يترسب في التشو يعمل لي اس ال اي اللي هي سيستميك مرض الذؤبه الحماميه، ممكن يترسب في البلاد فيسلز يعمل لي فاسكولايتس، يعني في اي مكان ممكن يصير بريسيبيتيشن، ممكن يصير عندي ايش اللي هي خلل في هذا الشيء. اوكي طبعا غياب اي واحد ما بين كومبلمنت 5 وكومبلمنت 8 في الماك بينتج عنه زيادة في الريسك لايش لانفكشن برضو بالنيسيريا مننجي تيدس. ديفيشنسي في الكومبلمنت سيستم لكلاسيكال باثوي، الكلاسيكال باثويز ديفكتس ممكن ينتج غالبا مرتبط بزياده في الاميون كومبلكس ديزيز اللي احنا تو اتكلمنا عنهم، اللي هي يعني صار عندي اللي هي اميون كومبلكس ديزيز هنتكلم عنها في المحاضره الجايه لما نحكي عن الالرجي. اوكي لانه زي ما قلنا الدور الحرج للكلاسيكال باثوي انه ممكن يعمل لي سوليبولايزيشن اوف انتيجين انتي بودي كومبلكسز، يعني بخلصني من مين؟ من الاميون كومبلكسز. ديفكتس في كومبلمنت 1 ار وكومبلمنت 1 اس برضه ممكن الاثنين اللي يكونوا يحدث مع بعض، لانه في عندي جيناتيك لينكج كلوز جيناتيك لينكج، يعني الاثنين مربوطين مع بعض في كروموزوم نمبر ايش نمبر 12 او كروموزوم نمرة ايش نمرة 12. اوكي كومبلمنت 4 ديفيشنسي هذا ممكن يحتاج الى inheritance of non functional alleles اللي هي كومبلمنت 4a وكومبلمنت 4b للصاين. اوكي هذا بنسميه ايش كومبلمنت 4 ايش كومبلمنت 4 ديفيشنسي، هذا مربوط او اللي هي عباره عن مرض توارثي نتيجه اللي هي صار عندي non functional allele اللي هي في كومبلمنت 4a وكومبلمنت 4b للصاين. اكثر من 2 thirds of patients يعني ثلثين المرضى اللي عندهم كومبلمنت 4 deficiency ممكن يصير عندهم autoimmune diseases، وبالذات ممكن يصابوا يا جماعه بالاس ال اي. عشان هيك من ضمن الفحوصات اللي بيطلبوها الاطباء اللي هي عشان يتاكد عنده اس ال اي هي كومبلمنت 2 وكومبلمنت ايش وكومبلمنت 4، لكن كومبلمنت 4 ممكن ايش يكون ايش زي ما احنا شايفين مربوط في اللي هي ميوتيشن او حاجه وراثيه
إلها علاقة بالأليل كومبلمنت 4A وكومبلمنت 4B بلس ساين. طبعا ذاكرين احنا قلنا يا جماعة لو صار عندي الكومبلمنت ريجولاتور بروتينز سبق وتكلمنا، قلنا ممكن الكومبلمنت برضه يصير له ترتيب او تنظيم بمجموعة من البروتينات زي كومبلمنت 1 انهيبيتور، وهذه هي عبارة عن بروتينات، وبما انه بروتين يبقى ممكن يصير عندي ايش اللي هي ميوتيشن، لانه بروتين يعني في جين مسؤول عن تكوين هذا البروتين. من ضمن اللي هي الريجولاتور بروتينز اللي ممكن يصير فيهم مشاكل للكومبلمنت 1 انهيبيتور، او بسميها كومبلمنت استريز ديفيشنسي. الكلينيكال بيكتشر في الناس اللي عندهم هذا المرض ممكن يصير عندهم بروجريسيف اديما في الديب تيشو يعني في الانسجه العميقه، تاثر ممكن على الفيس على الوجه والجذع الترانك والفيزر اللي هي ايش اللي هي الاحشاء، وفي مجرى النفس او الاير واي باث واي او باسج. المرض بنسميها هيريديتري انجيو اديما، هيريديتري انجيو اديما، وممكن يصير عند لارنجال اديما. لارنجال يعني ايش اللي هي انتفاخ او وزمات او ميه، او صار عندهم انتفاخ في منطقه ليش اللي هي اللارينكس او الحنجره، وممكن طبعا هذا يسدد مجرى الهواء ويكون ايش فيتال ديزيز. اوكي، اذا لم يعالج. اوكي، يبقى الهيريديتري انجيو اديما طبعا زي ما قلنا هذا بيصيب الديب تيشو، ممكن يصير عندي اديما في الفيس وفي الترانك وفي الفيزرا اللي هي الاحشاء، في الباثوي، في اللارينكس. اوكي، سميها هيريديتري انجيو اديما، هو عباره عن مرض وراثي نتيجه لخلل في او ديفيشنسي في كومبلمنت 1 استريز او كومبلمنت 1 انهبيتور. العلاج له هذا المرض ممكن نديهم يا جماعه فريش فروزن بلازما، فريش فروزن بلازما كمصدر لكومبلمنت 1 انهبيتور. يعني بنديهم هذا النوع من ايش من للبلازما طبعا كتعويض للنقص في كومبلمنت 1 انهبيتور. طبعا هناك العديد من الامراض والعديد من الخلل اللي بيحدث في مولكيولز اخرى او مولكيولز ثانيه، احنا حبينا ناخد هذول از ان اكزامبلز. اوكي، المحاضره الجايه ان شاء الله يا جماعه بنكمل او بنتكلم عن المحاضره الثانيه، هذه تكمله للمحاضره الاولى.